عملية إتلاف البيض الإيراني الذي دخل إلى محافظة كربلاء على أنه بيض عراقي، وتبين بعد ذلك أنه بيض إيراني مستورد بطريقة طبعا غير قانونية. هناك تساؤلات حول كيفية دخوله إلى العراق ووصوله إلى محافظة كربلاء، ومن يقف وراء ذلك؟ دعونا نتابع. أحبتي، هسه احنا متواجدين بالطمر الصحي بصحراء كربلاء، خلينا نشوف البيض اللي موجود. هاي كراتين البيض. هاي كراتين البيض اللي تم تلفها 30 طن. طبعا 30 طن من البيض الفاسد تم ضبطه من قبل الرقابة الصحية في كربلاء حسب الادعاء انه هذا البيض فاسد ودخوله غير شرعي. يعني بس اريد اعرف اذا دخوله غير شرعي الى كربلاء، شلون دخل العراق؟ شلون دخل بغداد؟ شلون وصل الى كربلاء؟ الكل يعرف هناك سيطرات، موظفي الرقابة الصحية موجودين في هذا المكان غيرها، بس للاسف ما نعرف شنو من وراء